من الصبح الكابتن خطيب راح لجامعة المنصورة، كانت جامعة المنصورة بتحتفل بمرور 800 سنة على إنشاء مدينة المنصورة. كابتن خطيب زي ما حضراتكم عارفين طبعا من المنصورة، وأنا قاعد بتفرج على فيديو كابتن خطيب الحقيقة اللي شايفينه حضراتكم كنت سعيد جدا، كنت سعيد بهذا التكريم، كنت مبسوط بهذا التكريم، لأن تكريم الكابتن خطيب هو تكريم لاسم النادي الأهلي وتكريم لكل لاعبي كرة القدم بالمناسبة. يعني لاعبي كرة القدم أو لاعبو كرة القدم دايما بيبقوا محط أنظار الجميع، وبالتالي عندما يكون المثل بتاعهم هو كابتن محمود الخطيب بتبقى حاجة جميلة جدا وحاجة رائعة جدا، وحاجة تدعو إلى الفخر. عشان كده اللي أنا بقوله لحضراتكم إن الصور اللي حضراتكم بتشوفوها دي والفيديو اللي حضراتكم بتشوفوه ده ما هو إلا مثل للاعب احترم نفسه، احترم تاريخه، احترم اسمه، احترم اسم ناديه طبعا قبل كل شيء، وقبل كل دول احترم حضراتكم، احترم جمهوره، الناس اللي بتحبه، الناس اللي وصلته لهذا المكان. كلنا انا لعبت كوره كتير جدا في حياتي، يعني انا عندي 43 سنه، من ال 43 سنه دول انا لعبت 40 سنه، مش 40 سنه يعني 37 سنه من وانا عندي 8 سنين وانا بلعب كره قدم. اهم حاجه بالنسبه لي هي الجمهور وكيفيه ارضاء الجمهور بما وازاي ان انا اعلم الناس حاجه اذا كنت استطيع ذلك، يعني مش انا، اي لعيب كوره في الدنيا ازاي انا اعلم الناس حاجه يستفيدوا منها خلال وجودهم في حياتهم. بصوا حضراتكم الحب اللي بيحصل. هو كابتن خطيب عنده كام سنه يا جماعه؟ كابتن خطيب مبطل بقاله كام سنه؟ الكابتن خطيب مبطل بقاله كام سنه؟ حد يقول لي يا جماعه. بقاله كتير، بقاله فوق ال 25 سنه، ولكن يظل اسم الكابتن خطيب بالنسبه لكل الجيل بتاعنا والجيل اللي قبلنا واللي قبل اللي قبلنا هو مثل في كل شيء، مثل في الاحترام، ومثل مثل في الادب، مثل في الاخلاق. حتى هو تعبان كان مصر الحقيقه ان هو يروح هذه الاحتفاليه الرائعه، القى بكلمه زي ما قلت لحضراتكم لعيبه الكوره دايما بيبقى عليهم سبوت كده، الناس بتحب تشوفهم بيعملوا ايه وبيتكلموا ازاي الناس بتتعلم من الكابتن خطيب، الناس بتتعلم من الكابتن حسن شحاته في نادي الزمالك، الناس بتتعلم من الكباتن والرموز الكبيره جدا 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 اللي كانت موجوده في النادي الاهلي واللي كانت موجوده في نادي الزمالك، الناس المحترمه، الناس المحترمه، الناس اللي بنقدر نسمع منهم من غير ما نسمع اي شيء اخر، او من غير ما واحنا متاكدين واحنا قاعدين بنتفرج ان احنا مش هنسمع كده كلمه كده ولا كلمه كده، وانا لا اقصد احد، ولكن انا بتكلم بوجه عام لان في امثله كتيره جدا جدا بيحصل فيها مثل هذه الامور. عشان كده وانت قاعد بتتفرج على الكابتن خطيب بتتفرج على مثل محترم، مثل تقدر تفرج ولادك تقول لهم اللي قدامكم ده لعيب كوره كان جامد قوي، اللي قدامكم ده كان مدير كوره جامد قوي، اللي قدامكم ده كان عضو مجلس اداره جامد قوي، اللي قدامكم ده رئيس نائب رئيس نادي ورئيس نادي كان جامد قوي، وقبل كل ده انسان محترم، ناس بتحبه، الناس بتعشقه، الناس بتستنى هو بيروح فين عشان تشوفوا ايه اللي بيحصل. كابتن خطيب، وانا اسف ان انا بقول يعني طولت في هذا الموضوع كتير جدا، ولكن الكابتن خطيب بالنسبه لي وبالنسبه لجيل او اجيال كامله سيظل دائما أسطورة كرة القدم في مصر والنادي الأهلي لفترات، يعني ربنا يديله الصحة وربنا يديله العمر. زي كده ما تيجي تتكلم على الله يرحمه صالح سليم، لما تيجي تتكلم برضو على صالح سليم هتقول كل الكلام اللي أنا قلته ده، وهتقول قد إيه إن الراجل ده الله يرحمه نقل النادي الأهلي من مكانة لمكانة تانية. تتابع الأجيال الأجيال كلها بتسلم بعض، هذا هو النادي الأهلي، هذا هو اسم النادي الأهلي، هؤلاء هم من يحمون النادي الأهلي الآن وخلال الفترات اللي جاية. أهم حاجة بتحصل خلال هذه الأيام هي